امتين بدك تاخديني لعنده؟ فلات معيش اغراض ولا شيء. ليك مرقنا على المكتب خليني اغير ثياب واخد اغراضي. وهدي هيدا التليفون خليه معك، بركي دق صافي او بركي اجى على البيت خليه يفكرني عندك. تمام. يلا. مين؟ سلطان. افتح السبيكر. الو. مرحبا معلم كرم، كيفك؟ معك سلطان، تذكرتني؟ ايه عرفتك سلطان. خير؟ كل خير. لحقت تشوف شوي من حريق الشادر؟ ايه شفت. بس ليه عم تخبرني الي؟ بس بدي اياك تعرف مين بيكون الرئيس سلطان. محسوبك اللي حرق الشادر. ليك سلطان هلا ما في احكي معك، نحكي بعد شوي. تمام. في مشكلة كبيرة بين سلطان وصافي. 100%. وطي خبرك معناتها بيوثق فيك. خليك قريب منه، خليه عم بيضل يوثق فيك. لازم ناخد منه معلومات أكتر عن صافي. يلا قلي قبل ما حدا يشوفنا. يا طولي بالك حجي. حجي اشربي لك نقطة مي. حجي خلص اشربي نقطة مي، كتر خير. طول بالك يا حجي، طولي بالك يا حجي، طولي بالك يا حجي. ريا صافي أنا رأيي إنه تخبر الدرك لأنه الحريق شكله مفتعل. والحمد لله كتر. اللي صار صار مرة، كل شيء بيجي من الله يا محلاه.